بسم الله الرحمن الرحيم. هذه رسالة مني أنا المهندس عادل الأنصاري، رئيس شركات عالمية في مجال المباني الصحية أو مباني صحية لناس أصحاء حسب ما عرف في تقرير منظمة البيئة الأمريكية الصادر عام 2000. وهنا يرحب بكم في دورة حضورية 10 ساعات في أسبوع، وهي دورة توصيف أي تأهيل وظيفة صنع يد فاعلة. نرحب بالجميع ونتمنى لكم دورة ممتعة ومفيدة.